طب لو هكلمك بقى عن مانشستر سيتي حامل اللقب، يعني عايز اعرف منك برضو شايف ازاي اداؤه، وشايف اللي قدمه ايه في دوري الابطال لغايه دلوقتي. مانشستر سيتي حقق فوزين بالارقام دي، ده المطلوب، الست نقاط من ست نقاط ده المطلوب بالنسبه لهم. ولكن اي متابع لمانشستر سيتي عارف ان الموسم ده هو اقل مواسم سيتي من سنوات. يمكن سبب رئيسي اصابه كيفن دي بروين. دي بروين هو اللاعب الاساسي والعقل المدبر للفريق. اصابه دي بروين كانت اصابه قاتله في الوقت اللي خرج فيه برضو لاعب زي جوندوجان. جوندوجان كان في وسط الملعب، هو اللاعب البوكس تو بوكس اللي بيقدر ان هو يعوض غياب دي بروين اللي يوصل الكره للمهاجمين. حاليا رودري هو نجم وسط الملعب. رودري بيزيد في الكرات الثابته، بيزيد في داخل منطقه الجزاء، ولكن ايصال الكره للمهاجمين والتحكم في رتم اللقاء ده مفتقد مانشستر سيتي بغياب دي بروين. وحتى جوارديولا كل مباراه بيجرب حلول، يعني اعتمد على لويس اللاعب الشاب اللي قدم مباراه كبيره امبارح كحل، بيشوف مين اللي يقدر يعوض غياب دي بروين. قبل كده بيلعب جوليان الفاريز المهاجم الارجنتيني كوسط ملعب، غير الخطه من 4 2 3 1 ل 4 3 3، بيحاول انه يشوف حل لتعويض غياب دي بروين، لان دي بروين طبعا لاعب بقاله سنوات مستقر في مانشستر سيتي، هو الاساس في بناء اللعب المانشستر سيتي. فغيابه من غير ما يكون لاعب موجود بديل او معوض لنفس الافكار او حتى بفكر بديل ان انا اقدر ازود الكره للمهاجمين، اثر بشكل كبير على مانشستر سيتي. يمكن اول مره من سنوات نشوف مانشستر سيتي بيخسر مباراتين ورا بعض من نيوكاسل في الكاس وخرجوا من الكاس، وده خروج مبكر جدا على مانشستر سيتي. طبعا خساره في الدوري امام ويلفرهامبتون، ويمكن لولا ظروف مباراه ليفربول وتوتنهام اللي كانت غريبه على ليفربول وتم الغاء هدف صحيح ليه وطرد غير صحيح، لو ليفربول كان حقق الفوز كان هيبقى هو في الصداره حاليا. فمانشستر سيتي مش في افضل حالاته، حتى امبارح المباراه اللي فاز بيها 3 عانى بشكل كبير جدا. اوقات كتير الاستحواذ راح منه، لايبزيتش كان عامل مباراه كبيره جدا وكان اخطر على مرمى مانشستر سيتي. فالفريق مش في افضل حالاته، والمنافسه هتكون صعبه جدا في دوري ابطال اوروبا، لان في فرق ثانيه حتى لو مش في افضل حالاتها ولكن عندها الخبرات اللي بتخليها تفوز بالبطوله تفوز دي. طيب يعني لو هنتكلم بقى عن هالاند، يعني عايز اعرف رايك ايه في ادائه، خصوصا ان في ناس كتير شايفه ان هو مش بيقدم نفس المستوى اللي هم متعودين ان هم يشوفوه من هالاند، فانت يعني رايك ايه في اداء هالاند لغايه دلوقتي؟ هالاند مهاجم صندوق، مهاجم جوه المنطقه، اي كوره جوه المنطقه ملعوبه بشكل مقصود ناحيه هالاند عشوائيه، كوره ساقطه، كوره على الارض، وهالاند متخصص ان هو ياخد الكوره جوه المنطقه ويسجل هدف. اللي احنا كنا بنتكلم فيه ان مانشستر سيتي ما عندوش الحلول بتاعت السنوات اللي فاتت انه يوصل لمنطقه الجزاء بشكل كبير بسبب رحيل جوندوجان واصابه دي بروين، فالكره ما بتوصلش لهالاند، وهالاند مش مطلوب منه انه ينزل بره المنطقه ويبني لعب. هو عايز يكون جوه منطقه الجزاء الكره توصل له بشكل مكثف عشان يقدر ان هو يسجل الاهداف. فده اللي بيخلي لاعب زي جوليان الفاريز يظهر السنه دي عن هالاند، لان جوليان لاعب متحرك، بيقدر ان هو يلعب صانع العاب، بيقدر ان هو يلعب في وسط الملعب، بيعرف يقف في الاماكن الصح خارج المنطقه اللي يستلم الكره ويكون مواجه للمرمى. هالاند محتاج امداد بشكل كبير، هيفضل هالاند بعيد الى ان يعود دي بروين او ان جوارديولا يلاقي حل انه يوصل كمان لهالاند. اخر 5 ماتشات يعني كان في انتقادات كتير لانه ما جابش اهداف في اخر 5 مباريات. هي الفكره ان احنا لازم نقيم اللاعب، يعني انا كمهاجم في انواع كتير للمهاجمين، هالاند مهاجم ومبابي مهاجم وميسي مهاجم وصلاح مهاجم، انا لازم اما اقيم اللاعب اشوف اسلوب اللعب المناسب ليه او الفريق بيلعب ازاي. غياب الامداد عن هالاند مش هيخلي هالاند يظهر، في نفس الوقت واحد زي جوليان الفاريز راس ماله ان هو ينزل يتحرك هو ويجيب الكوره. فانا قبل ما انتقد هالاند انا اشوف ايه القصور اللي حصل والاختلاف اللي حصل في مانشستر سيتي الموسم ده عن الموسم الماضي. بس يعتبر الشكل الهجومي ما اتغيرش قوي السنه دي من السنه اللي فاتت الا برحيل رياض محرز. رحيل رياض محرز، رحيل جوندوجان، واصابه دي بروين، الثلاثة اللي ممكن يكونوا هم صناع اللعب اصلا لهالاند. فالثلاثة غيابهم بيخلي الكرة اكتر في رجل لعيبة الوسط اللي بيحاولوا ان هم يدخلوا جوه المنطقة زي فودن، برناردو سيلفا، لويس، رودري، تسديدات من بره، ولكن الممرر وصانع اللعب مش موجود حاليا في مانشستر سيتي. فطول ما دي بروين غايب طول ما هالاند هيكون مستواه اقل.